ليست مكبا للنفايات، بل هي طرقات وأرصفة قرية ملهم السكنية الواقعة في مدينة عزاز شمال حلب. 300 عائلة تقطن القرية جلهم من الأرامل والمكفوفين وذوي الإعاقة، يعانون منذ شهر رمضان الماضي من قطع متعمد للخدمات عن القرية. بنشكي من قلة النظافة، ما في نهائيا، صار خدمات معدومة بالمرة، مي شري صرنا 3 شهور عم نشتري شري، حتى ما في منظمات بتدخل لهون لأنه كلنا الأرامل فبحاجة لحتى إغاثات، صار 3 شهور لا منظمة واحد عم بيقرب لهون طابل نهائيا، وإدارة ما في. يضطر قاطنو القرية إلى دفع تكاليف تفوق طاقتهم لتأمين مياه الشرب، كما يمتنع فريق ملهم المعني بإدارة المخيم عن تحسين الخدمات للمدنيين والتنسيق مع المنظمات الإغاثية لتقديم المساعدات للأهالي أو حتى ترحيل القمامة ما تسبب بتكاثر الحشرات والبعوض. كل نهارين ثلاثة بدنا صهريج مي، صار الصهريج ما بقى يتردى، صار ب 100 ليرة. طيب نحن إذا أرامل ولا اللي عندها معاقي ولا اللي عندها هيك، طيب نحن إيش منين نجيب؟ المال كفالة، المال راتب، المال شيء، حتى يعني إنه قصة إنه يساعدونا بشيء ينفع هالبنات، بقولوا لك ما في للمعاقين، ما في غير للأيتام. طيب هالنظافة هالمنظر هيك، صار أولادنا من البق ما يناموا، صاروا يطلع لهم حب بجسمهم. القرية التي بنيت ضمن حملة حتى آخر خيمة، بات العيش فيها أكثر سوءاً من المخيمات، والسبب سياسة جديدة انتهجها الفريق اتجاه القرية، جاءت بعد خلافات له مع إدارة مدينة عزاز. ليتساءل الأهالي هنا إلى متى سيبقى المدنيون الحلقة الأضعف وصندوقاً للرسائل بين المتخاصمين. إيقاف الدعم والخدمات عن القاطنين في المخيم وقطع المياه عنهم، إضافة لانتشار القمامة بسبب الامتناع عن ترحيلها، بات هاجس يؤرق الأهالي ويجعلهم وعائلاتهم عرضة للأمراض والأوبئة. لؤي اليونس، قناة حلب اليوم، مدينة عزاز، شمال حلب.